السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أبو أسر معرض قوة النباتات الزينة الداخلية والخارجية على صفحتي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب ازرع بإيدك وزين بيتك. وقبل ما نبدأ يا جماعة الفيديو ما تنسوش الصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والاشتراك في القناة وعمل لايك والمشاركة مع الأصدقاء، ويلا بينا يا جماعة نزرع. النهاردة حبيت أتكلم على موضوع خطير جدا ونبات مضر للمحاصيل الزراعية ونباتات الزينة ونباتات الأسوار، ألا وهو نبات الحمول. والاسم العلمي لنبات الحمول كاشوت أو الكاشوتة، والحمول هو جنس نباتي يتبع الفصيلة المحمودية اللبلابية، ويضم الجنس النباتي حوالي 150 نوع من أنواع الحمول. هناك عدة تسمية لهذا النبات، منها الحمول والكاشوت والكاشوسي والكاشوساء والزحموق. الحمول هو أخطر من أخطر النباتات الطفلية التي تطفل على العديد من المحاصيل الحقلية وأشجار الفاكهة ونباتات الأسوار والزينة، حيث يتغذى عليها ويضعف إنتاجها، وقد يقضي عليها ويؤدي إلى خسائر مادية كبيرة، ومنها ينتقل إلى المزارع المجاور ويصيب وينتشر انتشارا سريعا، ويتكون من ساق خيطية الشكل شبه خالية من الكروفيل ذات لون أصفر مشواوب بخضرة، فتقوم بالطفل على العائل والتي تعتمد عليها اعتمادا كليا في التغذية. ويسبب الحمول في مصر مشكلة كبيرة في العديد من المحاصيل، مسببا خفضا في انتاجها مثل محاصيل الكتان والبرسيم والبرسيم الحجازي والبسلة والبصل والفاكهة والموالح والعنب والخضروات وبعض الأشجار المثمرة وأشجار الزينة وغيرها. يا جماعة هنتكلم على طرق انتشار نبات الحمول. يتكاثر الحمول عن طريق البذور زي ما حضراتكم شفتم، وينتج النبات الواحد الألف من الألاف البذور، والتي تظل ساكنة بالتربة إلى عدة سنوات حتى تتوفر الظروف البيئية المناسبة للنمو، وتتواجد مختلطة بتآوي المحاصيل في التربة أو السماد أو مخلفات الحيوانات أو في مياه الري. تنمو في بقع محدودة سرعان ما تنتشر وتتكاثر وتتوسع رقعة الإصابة، وتنتشر على عن طريق نقل مخلفات التقليم للنبات المصاب من مكان إلى آخر، وتنتشر عن طريق استيراد البذور والتأوي المشتملة على بذور الحمول. يا جماعة تتكون بادرات الحمول من ساق خيطية ومن أشباه جذور، ثم تبدأ الساق في النمو فوق سطح التربة معتمدة على الغذاء الموجود بالبذرة، وفي نهاية الساق الخيطية ما يشبه الخطاف للبحث عن العائل، ثم يتفت حوله ويلتصق به بواسطة المصاصات. وفي عدة أماكن من ساق أو أوراق العائل يخترق البشرة القشرية حتى تصل إلى الأسطوانات الوعائية وتلتحم بخلايا الخشب واللحاء، ليقوم بامتصاص الماء والعناصر المعدنية الموجودة في النبات والغذاء المجهز. وفي هذا الأثناء تتفرع من الساق عدة أفرع خضرية وتمتد إلى نباتات العائل المجاورة، ثم تبدأ في تكوين الأفرع الزهرية وتنتهي بتكوين بذور داخل كبسولات كروية الشكل، ويعطي النبات الواحد من الحمول من البذور من 10,000 إلى 15,000 بذرة متوسطة وزن الألاف بذرة، حوالي أرقام لا تصل تعد من بذور الحمول. ويمكن لبذور الحمول الإنبات حتى عمق حوالي 6 سنتي تحت سطح التربة. ميكانية حدوث الإصابة بنبات الحمول: تنبت بذور الحمول عند توافر الظروف البيئية المناسبة وخاصة درجات الحرارة والرطوبة. تنمو البذرات معتمدة على الغذاء المخزون في البذور، وتخترق البادرة سطح التربة بمجرد لمستها للعائل، وتقوم باختراق عن طريق المصاصات التي تصل إلى الخلايا الوعائية، حيث تقوم بالحصول على احتياجاتها الغذائية. في حالة عدم العثور على العائل تموت البادرة خلال أيام قليلة. تستمر الساق في الاستطالة مع الالتفاف حول العائل مكونة خيوط شبكية صفراء كثيفة، وتكون المصاصات التي تقوم باختراق أنسجة ساق وأفرع وأوراق العائل.
عائد ما يموت الجزء السفلي من ساق الحمول أشباه الجذور ويصبح غير متصل بالتربة بمجرد أن يتم باختراق مصاصات الحمول العائل. إن بات الحمول يتم في وجود أو عدم وجود العائل متى توفر ظروف الإنبات المناسبة. العائل الإنباتية توجد عديدة من أنواع الإنباتية من المحاصيل والحشائش وخاصة ذوات الفئتين التي تعتبر عوائل رئيسية للحمول. ويلاحظ أن الحمول يفضل النباتات ذات الفلقتين عن ذوات الفلقة الواحدة وذلك لسهولة اختراق أنسجتها. تقسيم عوائل الحمول إلى ثلاثة مجاميع. المجموعة الأولى التي تزود الحمول بالغذاء عوامل رئيسية ومفضلة. المجموعة الثانية والتي يمكن أن تجعل الحمول حيا عليها يقضى عليها فترة مؤقتة. المجموعة الثالثة هي النباتات التي يتخذها الحمول كدعامة للوصول لنباتات العائلة المفضلة. أظهرت بعض الدراسات التشريحية أن مصاصات الحمول اخترقت أنسجة البشرة فقط لنباتات الحمص واخترقت أنسجة البشرة القشرية لنبات الترمس، أما نبات الفاصوليا فلم تتمكن مصاصات الحمول من اختراق أنسجتها. أما بالنسبة لنباتات الكتان والبرسيم فكان من السهل على مصاصات الحمول اختراق أنسجتها حتى الأسطوانة الوعائية والوصول إلى الخشب واللحاء لكونها من العوائل المفضلة للحمول. هنتكلم يا جماعة بقى على مكافحة الحمول والمكافحة المتكاملة لنبات الحمول. بس يا جماعة متنسوش الاشتراك في القناة ليصلكم كل مهم جديد والمشاركة مع الأصدقاء وعمل لايك يا جماعة للوصول الفيديو لمتابعين آخرين. يجب اتباع الخطوات التالية بالترتيب لضمان مكافحة الحمول مع مراعاة عدم إهمال أي خطوة من الخطوات التالية. هنتكلم عن أول خطوة، نظافة التقاوي من بذور الحمول وذلك باستخدام التقاوي الخالية من بذور الحمول، حيث تعتبر هذه الطريقة فعالة جدا في منع انتشار الحمول. 2. سرعة التخلص من البقع المصابة فور ظهورها وذلك باقتلاع الحمول والنباتات العوائل من جذورها ونقلها خارج حدود الحقل حتى لا تنتشر بذورها، ثم التخلص منها بالحرق وذلك لمنع تلوث التربة مرة أخرى. 3. حاجة يا جماعة، طرق زراعة حرس وعزيق التربة لأكثر من مرة لتعريض بذور الحمول المدفونة بالتربة للشمس، وبالتالي يتم القضاء عليها والتخلص من الحشائش المصابة والمصاحبة لنبات الحمول، وخاصة عريضة الأوراق التي تساعد على انتشار الإصابة. الدورة الزراعية، عدم زراعة المحاصيل التي تصاحب بشدة نبات الحمول لمدة سنتين أو أكثر لتقليل مخزون بذرة الحمول في التربة المصاحبة مثل البرسيم والكتان. التقليم الجيد للأفرع الأشجار القريبة من سطح التربة في الوقت المناسب. استخدام أسمدة عضوية قديمة تم التحلل حتى لا تكون مصدر للإصابة من جديد. تخطيط التربة المصاحبة بالأغطية البلاستيكية ذلك بعد ريها لتتم عملية التعقيم الشمسي للتربة لمدة من 6 إلى 8 أسابيع. نتكلم عن المقاومة الكيميائية لنبات الحمول. استخدام مبيد الجليفوسيد راند أب 48% في أشجار الموالح والبرسيم الحجازي بمعدل 100 جزء في المليون لمكافحة الحمول بكفاءة وبدون حدوث ضرر أو ما يؤدي إلى إصابة للنباتات. وطرق الوقاية من تكرار الإصابة بالحمول بعد إجراء عملية المكافحة، وكذلك وقاية الأراضي غير الموبوءة من حدوث الإصابة. استخدام التقاوي الخالية، طرق كيميائية استخدام مبيد تعمل بالملامسة، طرق وقائية باستخدام البذور المقاومة للحمول حيث تعتبر هذه الطريقة فعالة جدا في منع انتشار الحمول، اتباع الدورة
زراعية مناسبة وعدم استخدام الأسمنة العضوية الغير متخمرة جيدا. وأخيرا قد تم تطبيق طريقة حديثة تعتمد على خلط بذور المحصول ببرادة الحديد والتي تلتصق بقصرة بذور الحمول ثم تعرض البذور لقوة قهرطوسية للقضاء عليها. ده كان فيديو سريع ومبسط على نبات الحمول، وياريت يا جماعة لو اسم النبات في بلدكم كل دولة عربية مختلف تكتبولي في تعليقات اسم النبات والنبات ده موجود عندكم ولا لا، وطرق الوقاية من النبات على اساس ان هو بيمتص عصارة النبات ويقضى عليها تماما لو ملحقناهوش في البداية. ده كان فيديو سريع يا جماعة، وما تنسوش الاشتراك في القناة وعمل لايك والمشاركة مع الاصدقاء ويصل لغيركم يا جماعة، ولو حابين اي تعليق ياريت تكتبولي وهرد عليكم. مع تحياتي ابو اسر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.